شكر حضرتك جزيل الشكر، وهسأل حضرتك سؤال نختم بيه فقرتنا. بما ان احنا عسل ابيض وبنشوف الدنيا من المنظور اللي فيه العسل الابيض والتفاؤل والايجابيه، تقول ايه للناس اللي قلقانه واتريقت على موضوع مشروع الضبعه وانتاج الطاقه النوويه، واللي قالت لك احنا لغايه دلوقتي ما بنعرفش نعمل حاجات بسيطه جدا علشان التاتش المصري النهائي بيبقى فيه مشكله، فمعقوله يا جماعه هنشغل الضبع؟ ترد على الناس دي تقول لها ايه يا فندم؟ اقول لهم طب ما احنا عملنا قناة السويس، مشروع قومي وصعب جدا وعملاق في سنة، كل المكاتب الاستشارية العالمية وكل الدول الكبيرة ما كانتش مصدقة ان احنا نقدر نعمل في سنة زي ما هم كانوا بيشككوا. عملناه في سنة الحمد لله، واتفتح وفي 365 اليوم 365 السفن عبرت القناة السويس قدام العالم كله. بقول لهم ثقوا في نفسكم يا شعب مصر، ثقوا في نفسكم، ثقوا في شبابكم، ثقوا في مهندسينكم، ثقوا في امكانياتكم. الامكانيات موجوده، لو تقدروا، لو انتوا عايزين تعملوا هتعملوا، بس تعالوا حطوا ايديكم في ايدينا. اللي عايز يشتغل يجي يحط ايده في ايدنا وهيشتغل وهينتج، وان شاء الله الناس كلها هتشوف الضبعه وهي بتتعمل، هتشوف المشروع ده وهو ان شاء الله. تعالوا لنا في 25 ابريل شوفوا المشروع ده شكله ايه، تعالوا بعد سنتين زي ما قلنا وشوفوا شرق التفريعه او شرق بورسعيد هيبقى شكله ايه، تعالوا بعد سنتين برضه وتشوفوا العاصمه الاداريه الجديده هيبقى شكلها ايه. لما تسيبوا بيوتكم اللي انتوا قاعدين فيها وقاعدين خايفين وتقولوا المستقبل صعب والمستقبل وحش والبلد تعبانه ومش هنقدر نعمل، وتيجوا تحطوا ايديكم في ايدينا وتشوفوا مشاريع زي دي وتلاقوا ناس شغاله ثانيه، انتوا باذن الله هتتفائلوا بالمستقبل، هتثقوا في نفسكم، هتبداوا تنتجوا وتبداوا تخدموا بلدكم بدل ما انتوا قاعدين خايفين وخايفين من المستقبل. لا، المستقبل كويس جدا، وان شاء الله ربنا هيوفقنا وهنبني بلدنا ان شاء الله. سيادة اللواء أركان حرب كامل الوزير، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، وبالتوفيق ان شاء الله. وحقيقي كلنا فخر وسعاده، والبسمه اللي شايفينها على وشوش حتى العمال والمهندسين والناس اللي بتشتغل هنا مديانه من الطاقه الايجابيه اللي يخلينا حقيقي نفسنا نطلع لقدام ان شاء الله باذن الله، وحاطين ثقتنا زي ما حضرتك قلت فينا كشعب وفي قواتنا المسلحه، وباذن الله هنقدر وهنوصل ان شاء الله. ان شاء الله. العفو يا فندم، العفو.